انتك ده هتجيدها نار، نار مشعل للسما ربنا. انا مش عارفة وين دماغك روحية. حجر على حديثك روحية. حديث عين العكل، انت هتخلي الجبايل تقع في بعضها وتوقع كتلة. لما توافق على جوازة بيتك الفلاحين مش هتعدي على خير، وأبو مين حينفخ ويفح فيها، وأولهم أخويا. أنا بمشي بشرع ربنا. خبرين، وفين شرع جبايلنا؟ فين شرع عويدنا؟ استغفر الله العظيم، يعني شرع الجبايل وشرع العوايد والتجاليد اللي حطوه ناس مخها مضلم يبقى فوق شرع ربنا. ربنا عطانا نور في عقولنا، قوم احنا نضلمه. احب على يدك يا حرازي، انت محبتك في قلبي وانت عارف مسروعة فدادين. انا مرايتك يا حبيبي، وبقول لك اللي بتعمله ده خاطر، خاطر كبير قوي قوي عليك وعليا وعلينا كلنا. خبر ايه؟ عايزه تكسر جبل بيدك، تقدرش يا غالي؟ ابدا انا ان شاء الله يبقى سلم والناس كلها هتمشي وراي. بتحلم يا حبيب، مش كل الناس قلبها طيب زي يا روحية. انا كبير وعاجل حديثي زين، مفيش حد أحن على بيتي مني. صح، انت كبير وكبيرنا وكبير البيت، وصح حدش أحن على بيتك منك، بس كده هتشعلي لها نار، وفي الآخر هتمسك في خلقاتنا كلنا. يا روحية خلاص، الحديث معاش له لازمة دلوقتي. أنا أعطيت كلمة للشواكيش، مفيش قوة في الدنيا هتمنعني، فهماني؟ فاهمة يا أخوي، ربنا يجيبها سلامات، ويا معنين المتربصين ونفخين النار يا رب. حكم العرب للي يخالف التجاليد ينقطع ورثه ويمطرد غريب وهو حي، ويموت غريب ويندفن بعيد عن جبانات وفساق العمامرة وقلعة الحجر كلها. حديث مع الهوش اخبار، نخالف الامر دمه محلل للعيلة والبدنة. الحرازي ودعمي، لكنه اختار العار وسلم للجوازة ونسب لعيلة الشواكيش. يتردع لحد ما يجيب آخر ويسلم، ياما يشيل خسارة ويبقى التمن تهجيره. مش هو بس، لا ده هو ومرته وعياله. واني جاي أقول لكم مش هينفع، لا احنا هنسيب العمامرة ولا حد من الشواكيش مع التمن اللي نطلعوا به بعار. اني جاي أخلص اختي من جوازة باطلة. عبحي أنا شيعت لك عشان تلحق تنظف اللي طرب أبوك.